إلى الذكر والحب فهل حان وصل من حبيب فتبهج على ذاك نفسي والضياء يتبلج تعوقت آما لا أطيق زيادة عليه ونار الشوق مني تأجج عساني وليتي إذ أحل بطيبتي يؤانقني طه الأمين ويبهج ويعطي مرادي سم بطنا وزاهرا يخصصني بين الوفود فأبهج هو العبد عبد الله سيد خلقه بحور عطايا كفه تتموج حباك إله العرش فاحتل مقعدا من القرب والتمكين فهو المتوج لو الحمد في كفيه فهو شفيعنا وقد فتحوا الخلد الجنان فيولجوا فنوح وموسى والخليل كآدم وعيسى أقر لا سوى منه مخرج فيشفع محمود المقام مشفعا وإني بمدح الهاشمي سما نهج أقول وأأنيه هوى وصبابة لك الفضل والتقديم قفوك منهج حباك إلهي والعطاء بقدره وسيلته العظمى ونورك أبلج هناك تراني لائزا بجواره عروجي به والكل بالعبد يعرج أيا أيها المحمود يا أفضل الورى أتيتك لا ألفى لغيرك أنهج خرجت وأحوال البلاد تكدرت إلى من يصفيها من الضيق يخرج يقولون لا تخرج بذا العام إنهم يصدون عن ذا البيت والأمر مزعج فقلت متى أسعى لطه تفتحت مصاريع أبواب المنى وأتوج كذلك إن طوفت بالبيت سائلا تفتح باب لا يرى بعد يرتج بمكة بالمسعى بحجر بزمزمين أماشي رسول الله والمدح أنسج قد اهتز بيت الله استفت سائلا لديني نصرا والعدا تتهيج كأني بالماحي يؤسس دولة لدى الجمرة الأخرى وشوقي مهيج فدمر يهود القدس مزق جموعهم ولا تبق منكم من لنار يؤجج وتنصر قومي قوم أحمد آجلا ليفرح كل المسلمين ويلهج وتشغل من والى اليهود بشرهم وأنفسهم لو بالصواريخ دججوا فمني الذي مني ومنك تكرما أتى الخير كل الخير والعبد أحوج فدعبك هذا يا إلهي وإنني كبرت على التقصير والنفس أعوج فيا ربي يا ربي عفوا يا رسول شفاعة لك الجود والإحسان والحال يزعج أتيتك يا خير البرية ضارعا وصدري إذا ما جئت طيبة يصلج أتيت بسنوي ثم أهلي وإلدتي وصحبي وأحبابي ببابك نفلج فأنت الذي لولاك ما زر شارخون ولولاك نور الحق لا يتبلج تجلى عليك الله في الغيب واحدا بك الناس كل الناس يهدى ويفرج عليك صلاة الله ثم سلامه تعودت منك الفضل لا أتلجلج عليك صلاة الله ثم سلامه كغيث من الوسم إذ يتسجسج عليك صلاة الله ثم سلامه ومن والدي لا زال غوصا يفرج عليك صلاة الله ثم سلامه وتقبل حجي ثم من قد أحجج عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة شذاها لم ينله بنفسج عليك صلاة الله ثم سلامه مدى كوننا بالمصطفى لغرم نبهج عليك صلاة الله ثم سلامه فبرهان حبي فيك أوضح من شمسي.